السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باسل عن بيسن بروجرامينج. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نكمل حديثنا على RXJS Operators Master Class، وراح نحكي عن New Set of Operators. فعليا هذا الفيديو تكملة للفيديو الماضي، هو Part 2 من Value Transformation Operators، وراح نحكي عن 6 Operators سهلات إن شاء الله وبسيطات بيسووا Transformation للSource Stream أو Source Observable اللي عندنا. الفيديو الماضي حكينا عن فعليا 5 اوبريترز من اهم الاوبريترز اللي موجودين في عالم الاركس جي اس، اللي هم الكونكات ماب، ميرج ماب، اكزوست ماب، وسويتش ماب، والماب اوبريتر. ينصح بحضور الفيديو اللي قبل هاد علشان تكون في مود الفاليو ترانسفورميشن، ونكمل بهدول الاوبريترز اللي هم ان شاء الله يكونوا بسيطات علينا. طيب، اول اوبريتر معنا الديفولت اف امتي، ومن اسمها اذا سورس اوبزرفابل عندنا امتي بتعطي ديفولت فاليو للاوتر اوبزرفابل. اذا السورس ستريم عندنا في فاليوز بتسوي ميرور للسورس اوبزرفابل وبتطلعوا للاوتر اوبزرفابل. في عندنا ستارت وذ، ومن اسمها برضو بتخليني بتمكنني اني ابدا السورس اني اطلع اول فاليو على الاوتر اوبزرفابل من خلال الستارت وذ ما يكون موجود بالسورس اوبزرفابل. معنى لو كان عندي مثلا لترز بالسورس اوبزرفابل وبدي ابدا مثلا اللتر معين او بلتر معين او بفاليو معينه اطلعها على الاوتر اوبزرفابل مش موجوده عندي بالسورس، بامكان استخدم الستارت وذ اوبريتر واحكي انه ستارت وذ الفاليو اللي انا بدي اعطيها. طيب، عندي ريديوس، وفعليا ريديوس من الاوبريترز اللي مشهوره في عالم الاركس جي اس. فعليا هي بتاخذ accumulator function وبتاخذ seeding value optional seeding value in case، وبتستخدمها ك first value اذا هي موجوده. اذا مش موجوده بتستخدم default value او first value بالsource observable. والاكيوميليتر فانكشن فعليا بتطبق على السورس اوبزرفابل وبيطلع بيسوي اكيوميليشن وبيطلع الفاينل فاليو على الاوتر اوبزرفابل. هون انا بسوي سميشن للسورس اوبزرفابل، فعندي 1 و3 و5 فعليا مجموعهم 9، طلع لي اخر فاليو للمجموع. مثلا لو بدي اضرب، لو مثلا بدي اخذ فاليو معينه من السورس اوبزرفابل بعطيني اخر فاليو لا اتطبقت لا من خلال الاكيوميليشن فانكشن او الاكيوميليتر فانكشن. فالريديوس بتاخذ سورس اوبزرفابل بتطلع اخر فاليو بيست على الفانكشن اللي انا معطيها، واذا اعطيته سيدنج داتا بيعتبرها الفيرست فاليو بهذا الفانكشن. طيب، في عندي سكان، فعليا السكان نفس الريديوس بتاخذ اكيوميليشن فانكشن وبتطلع على الاوتر اوبزرفابل الاوبريشن او الريزلت اللي ابلايد من خلال هذا الاكيوميليشن فانكشن. لكن الفرق من خلال الريديوس والسكان انه السكان بتطلع على الاوتر اوبزرفابل كل الاوبريشن اللي صارت، بمعنى انه هون عمال بسوي سميشن السيدنج فاليو هي زيرو، فراح جمع واحد وزيرو طلع واحد على الاوتر اوبزرفابل، بعديها راح اخذ الاكيوميليشن ريزلت اللي هم واحد جمعهم مع الثلاث طلع اربعة، بعدين اخذ الاربعة جمعها مع الخمسة طلع تسعة. فعليا السكان نستخدمها عشان اذا عندنا ستيت معينة بدنا نسوي لها مانجمنت او نعرف شو الريزلت اللي صارت عليها بامكان نستخدم السكان مش الريديوس. فالريديوس والسكان نفس الاوبريتر، من الفرق بينهم ان السكان بتطلع كل الريزلت على الاوتر اوبزرفابل، الريديوس بتطلع الفاينل ريزلت على الاوتر اوبزرفابل. في عندنا الماتيريلايز، والماتيريلايز فعليا في عندنا اوبجكت في الاركس جي اس اسمه نوتيفيكيشن اوبجكت. نوتيفيكيشن اوبجكت فيه عباره عن بروبابيلتيز زي الفاليو هاز ايرور، مثلا كومبليت از كومبليت وهي الشغلات. فالماتيريلايز بتسوي رابنج للسورس اوبزرفابل، وبتسوي رابنج للسورس اوبزرفابل بالنوتيفيكيشن اوبجكت. فلو عندي اكس بتطلع اوبجكت من نوع نوتيفيكيشن الفاليو تبعيته اكس. لو مثلا عندي ايرور صار بالسورس اوبزرفابل بتطلع نوتيفيكيشن فانكشن تحكي له هاز فاليو فولس هاز ايرور ترو والايرور اللي طلع معي. فالماتيريلايز بتسوي رابنج للسورس اوبزرفابل فاليوز من خلال نوتيفيكيشن اوبجكت. دي ماتيريلايز بتسوي العكس، فعليا عندي نوتيفيكيشن
الاوبجكت بتطلع منه الفاليوز، فانا دخلت عليها مثلا هذول الفاليوز نوتيفيكيشن اوبجكتس، دخلتهم على الديمر ماتيريلايز، طلع لي الفاليوز فعليا اللي صار لهم ايميشن بالسورس ستريم، فعليا الفاليوز مش الاوبجكت او نوتيفيكيشن اوبجكت. فهذول الست اوبريتورز اللي معنا، خلينا نشوف اكزامبلز عليهم. هنا نسكر الايمجز ونفتح الديفولت از امتي، وفعليا عندي هون اكزامبل بسيط لانه الديفولت اف امتي بس بتسوي بتطلع ديفولت فاليو ان كيس انه السورس اوبزرفبل مش ما سوى ايميشن لاي فاليو. فانا عندي هون كليكس وفعليا ما سويت اي كليك، وحكيت له ديفولت اف امتي انه نو كليكس، فبتوقع انه يطلع لي على الكونسول نو كليكس لانه ما سويت كومبليت للسورس اوبزرفبل بدون اي ايميشن. فانا بدي اسوي نود الديفولت، فعليا طلع لي نو كليكس. لو اجي اسوي اند كومنت لا الايميشن هون، اسوي سيف، طلع لي كليك 1 فعليا لانه السورس اوبزرفبل سوى ايميشن، فديفولت اف ام تي اذا السورس اوبزرفبل في فاليوز فعليا بتسوي ميرورينج للفاليوز اللي بالسورس اوبزرفبل. الستارت وذ فعليا انا عندي تو ليست، فعليا ويك اند وعندي الويك دايز، فبدي اسوي ايميشن للويك اند من خلال الاوف اوبريتر. فحكيت له قبل ما انه انت تطلع الويك اند ستارت وذ الويك دايز اللي هم ساندي ماندي تيوزداي ونزداي وثيرزداي، والويك اند طلعهم اخر اشي. فبتوقع ليست كاملة تبدأ من ساندي وبتنتهي بساتردي. لو احكي له نود ستارت وذ بدأ بساندي اللي هم اخدهم من الستارت وذ مش موجودين بالسورس اوبزيرفابل، وطلعهم سوالهم ايميشن بالبداية بعدين سوى ايميشن للفاليوز بالسورس اوبزيرفابل. طيب لو نحكي عن الريديوس، وفعليا الريديوس انا عندي هون تو اكزامبلز. خلينا ناخذ الاكزامبل الاول، فانا هون بسوي سميشن للكليكس اللي صارت عندي. فانا عندي هون 4 كليكس بدخلهم عماب، اي كليك رجع لي واحد بدخله على الريديوس، والريديوس بتحكي لي سوي فعليا السميشن لعدد الكليكس. فبتوقع انه الاكزامبل هذه طلع لي ريزولت 4. فلو احكي نود فعليا طلع لي 4 لانه سويت 4 كليكس بالسورس اوبزرفبل سوى ايميشن لفور كليكس، فطلع لي 4 values. لو نيجي على الاكزامبل الثاني، خلينا نسوي كومنت للاكزامبل الاول وان كومنت للاكزامبل الثاني. عندي اوف 1 2 3 بسوي لهم ريديوس، فعليا عندي الاكيوميليشن فانكشن وعندي الكرنت فانكشن، فعليا بسوي سميشن، بسوي فعليا تاب، فعليا بدي احسب الافرج واشوف هل الافرج بنحسب معي او لا. وهذا الاكزامبل مهم لانه راح نشوف بالريديوس هون الافرج ما راح ينحسب لانه الريديوس بتطلع الاوتبوت الفاينل ريزلت للاوتبوت تبعنا، يعني بتسوي الكالكوليشن كله بتطلع لي 6 مثلا. لو حكينا هون السميشن بتطلع الستة للماب، والاندكس تبعها بيكون 1، فالسميشن بيكون 6 والاندكس بيكون مثلا 0 لانه هي 0 بيست. فلما احكي له بدي الافرج بده يطلع لي 6 مش الافرج تبعهم اللي هم 2 او 3 فعليا. فلو اسوي رن احكي له نود ده الريديوس، فعليا شو صار؟ فات اول الفاليوز السورس ستريم فات على الريديوس، طلع التوتال كامل، ما مشي فاليو باي فاليو، ما سوى ايميشن للفاليوز على الاوتر اوبزرفبل. يختلف عن السكان بهاي النقطة الريديوس انه بيطلع الفاينل ريزولت للاوتر اوبزرفبل. فالتاب هنا سوت الكونسول تبع السكس، فعليا فات على الماب لقى السميشن 6 والاندكس 0، فسويت كونسول انا للسميشن والاندكس بلس 1 فهم 6 بلس 1، وفعليا السميشن اللي هو 6 والاندكس عبارة عن 1، فطلع لي على الاوتر اوبزرفبل اللي هو 6
وفعليا هذا الاكزامبل تو كالكوليت الافرج، وفعليا الريديوس ما بنستخدمها عشان نحسب الافرج تبعنا. طيب لو نيجي على السكان، فعليا انا السكان لو اسوي اند كومنت، فعليا عندي كليكس وبدي اسوي كومنت لهذا الاكزامبل، فعليا نفس الاكزامبلز اللي موجودين بالريديوس لكن باستخدام السكان. فانا عندي هون السكان سويت ما بدي اعد كم كليك صار عندي مثلا بالدوم او كم كليك صار عندي بالويب سايت تبعي، فدخلت على فدخلت على الماب رجعت 1 بغض النظر ايش الكليك اللي صار عندي، دخلت على السكان طل بدي احسب السميشن تبعها، فعليا راح نشوف انه راح يطلع عندنا بالاوتبوت ستريم كل الفاليوز يعني الكليكس 1 2 3 4، لانه يختلف عن الريديوس مره ثانيه بانه بيطلع الاوتر اوبزرفبل الريزلت الكرنت ريزلت اللي صارت داخل السكان. فلو اسوي كلير بالاول الكونسول احكي له نود سكان، فعليا فات اول اشي سوى سكان سوى تاب للون، بعديها سوى كونسول للون هذول التو فاليوز، بعديها فات على الاثنين وعلى الثلاث وعلى الاربعة، وزي ما حكينا الريديوس والسكان بيسووا نفس الاوبريشن او بتسووا نفس البيهافير، لكن يختلفوا انه الريديوس بتطلع الفاينل ريزولت. لو نشوف الافرج اللي احنا راح نحسبه الان من خلال السكان، راح نشوف فعليا انه الافرج راح ينحسب معنا لانه السكان بتطلع الكرنت اوبريشن او الكرنت فاليو للاوتر اوبزرفبل. فعليا فات اول واحد جمعه مع الصفر اللي هو او الديفولت فاليو، طلع لي الديفولت توتال والان، فطلع لي واحد لما اجى سوى سم على والاندكس تبعه 1 راح يكون، فواحد على واحد واحد، بعديها جمع الواحد والاثنين فطلعهم ثلاث، اجى على الاندكس هو الاندكس رقم الرقم واحد، فواحد زائد واحد هو اثنين فسوى ثلاث على اثنين واحد ونص، واثنين اللي هو فعليا السميشن الثلاث زائد اثنين زائد واحد هم ستة، فات هون شو الاندكس تبعه ثلاث او اثنين اللي هو الفاليو رقم ثلاث، فسوى سميشن للسميشن ستة على ثلاث اللي هم اثنين، فطلع لي هون الافرج فعليا بامكاني اطلعه من خلال السكان اوبريتر. طيب عندي الماتيريلايز، وفعليا الماتيريلايز انا بسوي رابنج للسورس observable items من خلال notification object. فلو اجي اسوي run للmaterialize راح نشوف فعليا الفاليو تبعيتنا notification الاول عندي الkind number الفاليو a او الkind بغض النظر شو هو انه value، الفاليو عبارة عن a error undefined has value true، وفعليا الفاليو رقم الثاني فعليا نفس الاشي، انا عندي notification object عندي الكايند الفاليو الايرور هاز فاليو ترو. الرقم ثلاث او الفاليو رقم ثلاث اللي هي 13 فعليا لما اجى سوى تو ابر كيس فعليا اعطى اكسبشن لانه 13 عباره عن نمبر وتو ابر كيس عباره عن ميثود للسترينج، فطلع لي هون انه الايرور الاكس تو ابر كيس از نوت ا فانكشن للنمبرز، طلع لي هاز فاليو فولس. فبسوي رابنج للسورس اوبزرفبل من خلال بسوي له رامنج بالنوتيفيكيشن اوبجكت. ودي ماتيريلايز فعليا انا عندي 3 اوبجكت، عندي الكايند وعندي الفاليو وعندي الفاليو تبعيتي اي بي وعندي الكايند تبعي ايرور وعندي النيو ايرور من تايب ايرور انه اكس تو ابر كيس از نوت ا فانكشن، بامكاني اعطيه الايرور اللي بدي اياه. لو اجي اسوي رن خليني اسوي كلير للكونسول واحكي له نود dematerialize فعليا اعطاني الفاليوز اللي موجودين داخل النوتيفيكيشن اوبجكت، فاعطاني اي بي واعطاني التايب ايرور اكس تو ابر كيس از نوت ا فانكشن اللي هو فعليا اجا من الايرور الفانكشن اللي موجود داخل السبسكرايب. فهيك بنكون غطينا اخر 6 اوبريتورز بالفاليو ترانسفورميشن اوبريتورز، وان شاء الله انهم يكونوا مفيدات خصوصا الريديوس والسكان، ويكون الفرق بيناتهم واضح انه الريديوس بتطلع الفاينل ريزولت للاوتر اوبزرفبل، السكان بتطلع الكرنت الفاليو للاوتر اوبزرفبل، كل الاوبريشن اللي بصيروا داخل السكان بيطلعوا للاوتر اوبزرفبل. ان شاء الله بشوفكم فيديوهات قادمه ويعطيكم الف عافيه.